وأدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بشدة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلاد، موضحا أن حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق وكل المنطقة. ويبدي محللون استغرابا لمبدأ الخيارات السياسية البديلة واستنفادها لعلاقات الثقة وحسن الجوار، موضحين أن إسرائيل حدودها مفتوحة ومعلنة ويمكن قصفها بدلا من توجيه الصواريخ تحت دائرة الشك إلى بيوت مدنية. وفي ذات التوجه أعربت بعثة يونامي عن إدانة شديدة للقصف الإيراني، مشددة على ضرورة وقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه ومعالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات. يشهد العراق منذ سنوات استقرارا أمنيا ملحوظا يسعى من خلاله إلى تطوير فرص الاستثمار، ونرحب هنا بالشركات الأستونية للدخول إلى العراق والإسهام في عملية البناء والتنمية. نستنكر كل الاعتداء يطال أراضي العراقية من أي جهة كانت، فهو انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار المتعارف عليها والتي تنص عليها القوانين الدولية. وبهذا الصدد ندين الاعتداء الذي طال أربيل ومناطق مختلفة في كردستان قبل عدة ساعات من الآن، والذي سقط بسببه ضحايا من المدنيين الأبرار.